بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الثانوية العامة دفعة هذا العام 2024 الشعبة العلمية والرياضية والأدبية، أهلا بكم في قناة الإبداع للبرمجيات وفيديو جديد من سلسلة مؤشرات تنسيق الكليات والجامعات لهذا العام 2024. المرة اللي فاتت عملنا فيديو بناء على طلب جميع الطلاب، لأن الكل هيسأل يا مستر الامتحانات لسه شغالة؟ أيوة الامتحانات لسه شغالة. طيب تنسيق ايه دوت؟ انا عملت الفيديو اللي فات وده الفيديو الثاني، وبالمناسبه الفيديو ده في جميع الكليات اللي ما قلناهاش المره اللي فاتت، زي الهندسه، زي التمريض، زي العلوم، زي معهد فن التمريض، كل الكليات بتاع او الخاصه بالمرحله الاولى والمرحله الثانيه موجوده في الفيديو. طيب كل الطلاب بيسالوا يا مستر لسه الامتحانات؟ الامتحانات لسه شغاله. طب لسه في تنسيق؟ مفيش تنسيق دلوقت، بس الطلبه كل ما في الموضوع عايزين يطمنوا على بحيث لو جاب مجموع كام يبقى اطمن شويه، اللي هو مثلا لحق طب، لحق صيدله، لحق هندسه، لحق مثلا سياسه واقتصاد، لحق اعلام، لحق السن، لحق تمريض، لحق كليه علوم. الطلبه كتير يا مستر ايوه كليه علوم الاعوام اللي قبل كده في النظام القديم كانت من كليات القمه، طبعا بعد التنسيق الجديد المرحله الاولى بتكتفي لحد الطب بيطري، بتاخد جزء وبعد كده الطب بيطري بتنزل مرحله ثانيه. طيب بدايه لو كنت طالب اولي امر مهتم باخبار التعليم وكمان باخبار التنسيق وكمان كل ما يدور في كنترول الثانويه العامه، فريد تنزل فورا تشترك في القناه وكمان تفعل زر الجرس عشان يسرق كل الفيديوهات القادمه، وريد تدعمنا بلايك الان للفيديو، وريد لو قدرت تشارك الفيديو ده شيره بحيث تعم الفائده. طيب اولا قلنا الفيديو في جميع كليات المرحله الاولى والمرحله الثانيه، ده الفيديو اللي عملناه المره اللي فاتت، وبعد ده على طول في نفس الجدول هتلاقي كليه هندسه وهتلاقي كليه علوم وتمريض ومعهد فن التمريض، كل كليات اللي سناها المره اللي فاتت ان شاء الله باذن الله هقولها لكم واطمن جميع الطلاب. قلنا ده كله التنسيق ده كله بناء عن التنسيق العام الماضي اللي هو 2023. طبعا خدنا المره اللي فاتت مجموعه الطب، وقلنا طب سوهاج من 94 51%. طبعا الحاجات دي كلها انا قلتها المره اللي فاتت، فانا عداها كده على السريع بحيث لو طالب مثلا لسه بيتابعنا لاول مره يبدا برضو يشوف. ادي مثلا طب عين شمس من 91 و95، طبعا كان الحد الادنى للطب كان من 91 و34%، اللي هو كان طب جامعه جنوب الوادي. طب اسنان المنيا 91 و21، مثلا ناخد طب اسنان الاسكندريه 91 و9 من 10، كان في برضو زميله او طالبه سالتني يا مستر انت مش ذاكر طب اسنان جامعه سوهاج؟ تقريبا جامعه سوهاج ما فيهاش طب اسنان، ودي تقريبا كانت معلومه لاول مره اعرفها. ممكن يكون فيها ممكن، بس انا بحثت ما لقيتش ليها اي اثر. طيب خدنا برضو الصيدله، كانت صيدله القاهره من 89 و87، ادي جميع كليات الصيدله اهي موجوده قدامك. بعد كده الحاسبات ومعلومات، بعد كده الذكاء الاصطناعي، بعد كده دخلنا على شعبه علم رياضي الذكاء الاصطناعي. وطبعا طلبه شعبه علم رياضي المره فاتت اشتكوا يا مستر انت نسيت كليه هندسه. لا والله ما نسيتها، انا كنت بجيب لكم الدرجات الصحيحه، وفي نفس الوقت اشوف مثلا هل يعتبر تنسيق العام الماضي هيكون مقارب، وان شاء الله باذن الله هيكون مقارب جدا من العام الحالي. ادي كليات الذكاء الاصطناعي، كانت حاسبات ومعلومات المنيا الرياضه كانت من 80، وبرده جامعه هنا كانت من 80. انت لو ما اتفرجتش على الفيديو اللي فات فهتتابع معايا وتاخد الارقام من هنا، اما لو طبعا اتفرجت فانت الحاجات دي كلها طلعت عليها المره اللي فاتت. هنزل كده سريعا لسه في القسم الادبي عشان بعد كده الطلبه يشوفوا تنسيق كليه الهندسه والتمريض والعلوم ومعهد فن التمريض وباقي الكليات اللي ما قلناش المره اللي فاتت. ده كان طبعا كان تنسيق المرحله الاولى، ادي كليه ألسن كفر الشيخ 89 و75، وادي المنيا كان 85 و12%، ألسن الاقصر كان 84 و51%. وبالمناسبه قلنا ده كله مرحله اولى عشان اللي ما يشوفش مجموعه، طبعا ده بيكون مرحله ثانيه، وتنسيق المرحله الثانيه برضو معانا عشان مكمل معانا هو بالنسبه للشعبه الرياضيه والشعبه الادبيه. طب تنسيق المرحله الثانيه لطلبه شعبه علوم هيكمل معانا من تمريض وكليه علوم ومعهد فن التمريض، وباقي الكليات هذكرها لكم. وطبعا برضو تنسيق الادبي طلبه العلوم برضو تدخل تنسيق الادبي طبعا، لكن طبعا بيكون ليهم تنسيق لوحدهم. ادي طبعا تنسيق كان فنون جميله،
وطبعا ده تنسيق كلية الآداب. ننزل بس كده لحد ده، طبعا برضو ده كان تنسيق كلية التجارة. ننزل لحد بس ما نروح لتنسيق، وده كان تنسيق كلية الحقوق. نروح بقى لتنسيق مؤشرات تنسيق كلية الهندسة. الطلبة اللي كانوا بيسألوا طبعا هندسة بترول وتعدين السويس أعلى حاجة في أقسام الهندسة، طبعا ده بيكون الحد الأدنى 94.14%. حد يقول ده نسبة عالية جدا، ده في النظام القديم كان بياخد 99.9%. طبعا هندسة القاهرة 89.87%. هنقول طبعا كده هندسة الزقازيق 88.90%، وهندسة المنصورة 88.90%، هندسة عين شمس 88.85%، هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 88.41%. نروح بعد كده لهندسة إلكترونية جامعة المنوفية بالمنوف 88.41%، هندسة دمياط 88.17%. طبعا ده كله بناء على تنسيق العام الماضي. هندسة بورسعيد 87.56%، هندسة طنطا 87.31%، هندسة بنها 87.19%، هندسة الإسكندرية 97.07%، هندسة حلوان 86.85%، هندسة كفر الشيخ 86.95%، كلية الهندسة جامعة دمنهور 86.82%، هندسة بنها 86.70%، هندسة السويس 86.58%، هندسة المنوفية بشبين القوم 86.58%، هندسة حلوان بالمطرية 86.34%، هندسة الفيوم 85.97%، هندسة جنوب الوادي 85.73%، هندسة جامعة بني سويف 85.60%، هندسة أسوان 85.36%، هندسة المنيا 85.36%، هندسة صوهاج 85.24%، هندسة أسيوط 85.12%، وهندسة الطاقة بأسوان. وده كان الحد الأدنى لكلية هندسة اللي هو من 85%، ده أقل نسبة تدخل بها هندسة بالنسبة لجميع الجامعات المصرية كانت في هندسة أسوان. حاسبات وذكاء الصناعي القاهرة 84.75%، طبعا برضو ده ما قلناش المرة اللي فاتت. حاسبات ومعلومات عين شمس 84.26%، حاسبات معلومات المنصورة 83.78%، حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 83.53%، تخطيط عمراني جامعة القاهرة من 83.41%. قلنا طبعا ده كله بناء على مؤشرات تنسيق العام الماضي. طيب نجي بعد كده بقى لتنسيق كلية التمريض اللي الطلبة اللي كانوا بيسألوا عنه، وبعد التمريض هناخد معهد فرن التمريض وبعد كده كلية علوم. كلية التمريض المنصورة العام الماضي كانت بتاخد من 85.36%، تمريض بورسعيد 85.24%، تمريض دمياط 85%، تمريض طنطا 84.51%، تمريض الزقازيق 83.90%، تمريض جامعة كفر الشيخ 83.41%، تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 83.29%، كلية تمريض جامعة المنوفية بشبين القومي 82.80%، تمريض بنها 82.68%، تمريض القاهرة 82.43%، تمريض دمنهور 82.19%، تمريض عين شمس كان من 82%، تمريض الإسكندرية 81.95%، تمريض حلوان 81.82%، تمريض سوهاج 81.70%، تمريض مطروح 81.58%، تمريض أسوان 81.58%، تمريض الفيوم 81.34%، كلية تمريض جامعة أسيوط 80.97%، تمريض كلية تمريض جامعة بني سويف كانت 80.97%، وتمريض كلية تمريض جامعة المنيا كانت من 80.73%، وأخيرا كلية تمريض جامعة جنوب الوادي. دايما جامعة جنوب الوادي هي أقل تنسيق، أو دايما بتاخد الحد الأدنى بتاع تنسيق أي كلية. كان تنسيق التمريض من 68%، وده يعتبر كان الحد الأدنى لكلية التمريض. طيب أنا ما لحقتش مثلا كلية تمريض، في معهد فن التمريض نفس كلية تمريض بالظبط. طيب معهد فن التمريض كفر الشيخ كان بياخد 77.7%، معهد فن التمريض طنطا 76.82%، معهد فن التمريض المنصورة 76.21%، معهد فن التمريض الزقازيق 75.60%، معهد فن التمريض جامعة المنوفية بشبين القوم 75.48%، معهد فن التمريض جامعة الزقازيق بفاقوس 75.36%، معهد فن التمريض جامعة الإسكندرية 74.75%، معهد فن التمريض جامعة بنها 74.75%، معهد فن التمريض جامعة سوهاج
74.63%، معهد فن تمريض جامعة جنوب الوادي 73.65%، معهد فن تمريض جامعة القاهرة 73.53%، معهد فن تمريض أورام القاهرة 73.41%، معهد فن تمريض جامعة عين شمس 72.31%، معهد فن تمريض جامعة المنيا 72.31%، معهد فن تمريض جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 72.19%، معهد فن تمريض جامعة حلوان 72.19%، معهد فن تمريض جامعة الفيوم 71.95%، معهد فن تمريض جامعة السويس 71.95%، معهد فن تمريض مستشفى تخصصي عين شمس 71.82%، معهد فن تمريض جامعة بني سويف 71.82%، معهد فن تمريض بالجونة، طبعا الجونة دي تقريبا اللي هي ناحية الغردقة 65.97%، وأخيرا معهد فن تمريض بشربين بين 65.85%، وده أقل حد أدنى للتمريض اللي هو في شربين. بعد كده نروح لمؤشرات تنسيق كلية العلوم، وقلنا ده كله بناء على تنسيق العام الماضي. لو تنسيق العام الماضي أو تنسيق هذا العام زي العام الماضي، يبقى هي خد الدرجات ديت وسوي مجموعك عليها. كلية علوم جامعة كفر الشيخ كانت من 83.17%، كلية العلوم الزقازيق 83.17%، طبعا ده كله مرحلة تانية، لأن طبعا المرحلة الأولى قلنا بتكتفي لحد طب بطري، قلنا الزقازيق 93.17%، كلية علوم جامعة جنوب الوادي 92.92%، كلية علوم جامعة المنصورة 82.56%، كلية علوم جامعة الإسكندرية 82.19%، كلية العلوم جامعة أسيوط 81.82%، كلية العلوم جامعة القاهرة 81.82%، كلية العلوم جامعة طنطا 81.46%، كلية علوم جامعة بنها 81.34%، كلية العلوم جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 81.21%، كلية العلوم جامعة بورسعيد من 86.97%، كلية علوم جامعة عين شمس من 85.85%، كلية علوم جامعة دمياط من 83.73%، كلية علوم البترول والتعدين جامعة مطروح من 68%، كلية العلوم جامعة المنوفية بشبين القوم من 48.48%، كلية علوم جامعة العريش من 48.48%، كلية العلوم جامعة أسوان من 48.48%، لاحظوا جامعة العريش وجامعة أسوان وجامعة المنوفية شبين القوم كلهم من 48.48%، كلية العلوم جامعة السويس من 86%، كلية العلوم جامعة الفيوم من 84.24%، كلية العلوم جامعة الفيوم من 84.24%، كلية العلوم جامعة المنيا من 84.24% أيضا، كلية العلوم جامعة جنوب الوادي من 80.12%، كلية العلوم جامعة بني سويف من 80%، كلية علوم جامعة حلوان من 79.87%، كلية العلوم بنات جامعة عين شمس من 79.56%، كلية العلوم والثروة السمكية ومصايد جامعة كفر الشيخ من 75%. وبكده يكون عرفنا تنسيق المرحلة الأولى وتنسيق المرحلة التالية بالنسبة لكل الشعب، سواء الشعب العلمية أو الشعب الرياضية أو الشعب الأدبية. ولو في برضو أي كليات إحنا نسيناها، هحاول برضو أجيب لكم باقي الكليات زي كلية الخدمة الاجتماعية وزي كلية السياحة والفنادق اللي طلبت الشعب الأدبية، لأن الشعب الأدبية خدت النصاب الأكبر في الفيديو اللي فات. دمتم في أمان الله، وبالتوفيق مقدما لجميع الطلاب، ودائما موفقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.